وزارة الصحة خدمة الصحة النفسية إلى جانب خدمة الصحة الجسدية للسوريين منذ بداية الهجرة الجماعية إلى الآن. تم توظيف أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين في مراكز صحة المهاجرين من أجل الاستجابة لاحتياجات الصحة النفسية لدى السوريين، وتم افتتاح مراكز الصحة النفسية المجتمعية. تم توظيف موظفين لتوجيه المرضى يجيدون اللغتين في المراكز التي افتتحت للتغلب على حاجز اللغة. يشمل الدعم النفسي والاجتماعي جميع أنواع التدخلات النفسية والاجتماعية الوقائية والحمائية التي تهدف إلى رفاهية الفرد في الحالات التي يواجه فيها صعوبة في التعامل مع حياته. يمكننا مراجعة وحدات الدعم النفسي في جميع هذه الحالات الطبيعية المتعلقة بكوننا بشراً. تقوم وحدة الدعم النفسي والاجتماعي بالتدخل اللازم لحل المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الفرد، ويوجه طالب الاستشارة حسب حالته إلى الأشخاص أو المؤسسات المختصة. تم تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لآلاف من المراجعين من قبل الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكز صحة المهاجرين ضمن نطاق مشروع الصحة صهات الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. خدمة جيدة من المكان الصحيح، لأن صحتكم قيمة بالنسبة إلينا. راجعوا وحدات الدعم النفسي والاجتماعي في المراكز الصحية للمهاجرين في الحالات التي لا تستطيعون فيها التغلب على المشاكل.